السلام عليكم، صباح خيطه ودمعة وفاء. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم معطف ديال البنيتات بالنسبه للقياس اللي غادي نفصل به ديال 7 سنين. هنا عندي متر ديال التوب، التوب ديال الكشمير، غادي نثني على 2، نفصل القطعه ديال الامام عاد نفصل القطعه ديال الخلف. صافي، هنايا تنيت التوب على 2 وغادي نجيب هاد الباترو وغادي نحطو بحال هكا وغادي نطراسي بعد سنتيم ديال الخياطه. غادي نحط عليها هكا شي حاجه ثقيله ولا كتشدوه بالدبابيس. وهنايا غادي نحط الطول ديال المعطف، في الطول ديال المعطف درت فيه 60 سنتيم. وبالنسبه للطول كيبقى اختياري واش تزيدوا في الطول ولا كديروا نفس القياس ديال الطول. وفي العرض ديال الجلايل درت فيه 27 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 28 سنتيم. صافي، وغادي نفصل. صافي، غادي نحيد القطعه ديال الامام ونجيبو الباترو ديال القطعه ديال الخلف وغادي نفصلو به. صافي، غادي نجيب هاد القطعه هادي وغادي نجيب هاد الباترو وغادي نفصل به القطعه ديال الخلف. وبالنسبه للقياسات ديال هاد المعطف هذا، في الكتف عندي 15 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطه 16 سنتيم، وفي العنق دخلت 6 سنتيم، وفي الدوره ديال التركيز هبطت ب 17 سنتيم. وفي الحزام درت نفس القياس اللي عندي في الكتف درته في الحزام، وفي الطول درت فيه 60 سنتيم، وفي العرض ديال الجلايل درت فيه 27 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطه 28 سنتيم. صافي، وغادي نطراسي هكا بعد سنتيم. صافي، غادي نقاد هكا الدوره ديال التركيز وغادي ندوزو نفصلو الكمام. غادي نجيب هاد القطعه هادي غادي نثني هكا على 4 وغادي نفصل منها الكمام. هنايا غادي نحط نفس القياس اللي عندي في الدوره ديال التركيز، وفي الطول درت فيه 44 سنتيم. وفي العرض ديال الكم درت فيه 11 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطه 12 سنتيم. هنايا غادي نجيب القطعه ديال الخلف وغادي نطراسي بها هكا الدوره ديال التركيز. صافي، من بعد ما فصلت الكمام غادي نجيب هاد القطعه هادي غادي نثنيها هكا على 4 وغادي نفصل منها الكول. وغادي نجيب هاد الباترو هذا وغادي نفصل منه الكول. وهاد الجهه هادي كنديروها للجهه ديال التوب اللي كتكون مسدوده بحال هكا. صافي، وغادي نطراسي بعد سنتيم ديال الخياطه.
صافي. بعد ما فصلت الكول غادي نجيب هاد القطعة هادي تنيتها على اتنين، وغادي نفصل منها غادي نفصل منها التبطين. هنايا غادي نحط نفس القياس اللي عندي في الطول ديال المعطف، غادي نحط فيه 60 سنتي بحال هكا. وغادي نجيب هاد الباترو هذا غادي نحطه بحال هكا، وغادي نفصل منه التبطين. ودي نطرسي هكا بعد سانتي. بحال هكا عندي جوج ديال القطع، وغادي نجيب هاد القطعة هادي وغادي نفصل منها الجيب. غادي نثنيها هكا على اتنين وغادي نفصل منها جيب. في الطول ديال الجيب درت فيه 18 سنتيم، وفي العرض درت فيه 17 سنتيم. صافي وغادي ندوزو للخياطة. اول حاجة غادي نخيطوها هي القطعة ديال الامام مع القطعة ديال الخلف. هنايا غادي نخيط الكتفين. صافي من بعد ما خيطت الكتفين غادي نخيط هنايا الكم. غادي ندير هكا الوجه اللي عند الوجه، غادي نشد بشبانكا ونخيط من الطرف. صافي من بعد ما سالت بالخياطه ديالكم غادي نجمع البياسه. صافي وغادي ندوز نخيط هكا التبطين مع المعطف. غادي ندير هكا الوجه عند الوجه. صافي وغادي نبدا بالخياطه غير من هنا 3 سنتيم ديال الكل اللي كنخرجوا بها وكنعلموها في الباترو، كنعلموها حتى في الثوب في الخياطه باش كتبقى باينه لينا كما وريتكم. علمناها في الباترو حتى في الثوب كنعلموها بنفس الطريقه. صافي وغادي نخيطها. وغادي نخيطو هكا الهبطة ديال المعطف. صافي من بعد ما ساليت بالخياطة كدربو هكا هديك بعد سنتيم، كدربو هكا شوية بالمقص. فاش كتقلبو هاد التبطين ما كيبقاش هاد السنتيم ديال الخياطة واقف بحال هكا. غادي نقلبو على الوجه. وكتجينا بحال هكا. وهاد التبطين هذا غادي نلصقو غير بالفيزلي
بحال هكا صافي. وغادي ندوزو نخيطو هاد الكور، وغادي نبدا بالخياطه ديال هاد الكور من هاد 3 سنتيم اللي كنعلموها، حتى في الكور كنعلموها في الثوب. صافي غادي نقلب هكا الكول على الوجه بحال هكا، وكتخرجوا هاد القنوطه هادو. غادي نجيب هاد الكول هذا، غادي نقسمه هكا في النص، وغادي نحدد له النصف ديالو. غادي نجيبو هاد الكول، غادي نديرو النص ديالو مع النص ديال القطعه ديال الخلف بحال هكا. غادي نجيب هاد الكول هذا وغادي نديرو بحال هكا الخياطه عند الخياطه بحال هكا، كنلقيو الخياطه عند الخياطه ديال الكول. فاش كنخيطهم كيجيونا بحال هكا صافي. وغادي ندوزو الخياطه ونفس الطريقه كنديروها للجهه الاخرى. صافي من بعد ما سايت بالخياطه ديال الكول، غادي نجيب هاد التبطين هذا وغادي نخيطو مع الكول بحال هكا. غادي نخيطو، غادي ندير الوجه لعند الوجه وغادي نخيطو. بنفس الطريقه غادي نخيط الجهه الاخرى. بعد ما كملنا بالخياطه كيجينا بحال هكا التبطين مخيط مع الكل، كتجينا بحال هكا الخياطه، وهاد الفوت هادي ديال الكل كتجينا بحال هكا صافي. وغادي ندوزو نخيطو هاد الكل بحال هكا، غادي نتني هاد النص سنتيم للداخل وغادي نخيطو. صافي من بعد ما سايتو بالخياطه كيجينا بحال هكا التبطين مخيط مع الكل كما كتشوفوا، وهاد الفتحه هذه ديال الكل كتجي بحال هكا، والخياطه كتجي عند الخياطه، ونفس الطريقه كتجي من الجهه الاخرى بحال هكا كتجي. ودابا غادي ندوزو نخيطو العطفه. غادي نجيب هاد القطعه هذه ديال التبطين وغادي نقلبها هكا لعند المعطف الوجه لعند الوجه، وغادي نطلع واحد جوج سنتيم وغادي نخيطها. صافي من بعد ما سايتو بالخياطه كنقلبو الثوب وكتجينا العطفه بحال هكا صافي. وغادي نخيط هاد العطفه، كنتني نص سنتيم من الداخل وغادي نخيط. الا كان عندكم السورجي كدوزو هكا بالخياطه على السورجي.
بحال هكا كدينا العطفه، كطلعوا بديك 2 سنتيم كدينا بحال هكا على الوجه. ودابا غادي نديروا العطفه للكمام، غادي نتني هكا نص سنتيم ونتني نص سنتيم صافي، وغادي ندوز عليه بالخياطه. بعد ما سايس بالخياطه ديالكم العطفه ديالكم، غادي نجيب الجيب غادي نتني هكا 2 سنتيم بحال هكا 2 سنتيم، وغادي نخيطها. غادي نجيب هذا المعطف هذا وغادي نهبط من الكتف فين غادي ندير الجيب 32 سنتيم. غادي نجيب الجيب هكا غادي نحطو في الوسط بحال هكا، وغادي نشدو بشي بانكا بحال هكا كتقدوه في الوسط باش كيجيكم الجيب في الوسط هكا صافي، وغادي ندوزو الخياطة. غادي نتني هكا نص سنتيم في الدورة ديال الجيب كلها، وغادي نخيط هكا على الحرف ديال التوب باش ما تجينيش الخياطة عريضة بزاف على الجيب صافي، وغادي نخيط الحزام. بالنسبه للطول ديال الحزام درت فيه المتر، وفي العرض ديال الحزام درت فيه 7 سنتيم. غادي نكملوا بالخياطه ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي، كيجينا المعطف بحال هكا كما كتشوفوا، كيجي بحال هكا، كيجي الشكل ديالو رائع. كنا البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه، ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا ليا لي جيم والتعليق ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، بالسلامه عليكم.